وهذه أزمة نعيشها اليوم، أزمة خطيرة مدمرة، لأنه كما هو معلوم واضح برامج التعليم بكل صراحة تخلت على المشروع اللغوي العربي، لا تعلم العربية من الابتدائي حتى الجامعة، لا وجود لها، كذب في كذب كل البرامج الموجودة. فلا يمكن أن يبقى الإنسان هكذا إزاء هذا الأمر، لا بد أن أبادر أنا إن كنت فعلا لي عاطفة على أبنائي وأعلم أبنائي العربية، ولما عنديش القدرة نعلم العربية نخلص اللي علمهم العربية. الناس لا يحسنون الآن في برامج التعليم، لا يحسنون استعمال العربية، انتهى ذلك، ماض كان. والعربية هي مفتاح الدين، وكلماتها هي التي تتضمن مفاهيم الدين والإسلام. ومن اللي تعلم ذلك القرآن فقد ضمن حدا معينا من الكلمات العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، كلمات وأسلوبا. فلذلك إذن هذا أمر في غاية الأهمية، وما حاول الغرب باشتى وسائله الظاهرة والمخفية أن يعزلنا عن القرآن إلا لهذين السببين، لأن القرآن هو كتاب الله تعالى وكلامه المنزل على عبده المتلو بين عباده إلى يوم القيامة، يصلنا مباشرة بالله جل وعلا. ولأنه أيضا، وهذا قل ما ينتبه إليه، لأنه بلسان عربي مبين، فلو وجدوا أن قرأ القرآن بمترجما معانيه إلى لغة إلى لغة أخرى لكان أهون لهم من أن قرأه كما أنزل بلغته العربية التي هي لغة القرآن الكريم. وكل المشاكل اللي تتعلق بالقضية اللغوية بشكل خاص حتى على المستوى الأكاديمي لا يغيب عنها هذا البعد الإيديولوجي، وهو فصل الأمة عن لغتها، ويخرج النعرات القبلية والثقافية، كل ذلك إنما القصد منه فصل الأمة عن الإسلام، فصل الأمة عن اللغة التي أنزل الله بها القرآن. العربية في حد ذاتها لا قداسة لها، من حيث هي عربية لا قداسة لها، ولكن مذ أن نزل بها قول الله جل وعلا اقرأ إلى خاتمة القرآن الكريم تنزلا، صارت لغة أخرى، ما بقتش ملك ديال بنادم، لم تعد ملكا للبشر ولا لقبيلة ولا لفصيلة، ولم يعد لها انتماء بشري إطلاقا، وإنما صارت لغة القرآن. النسبة ديال العربية اللغة ديال من؟ لغة القرآن، لا هي لغة عاد ولا ثمود ولا مضر ولا قحطان ولا أي شيء، لا تنتمي إلى قبيلة أبدا، وإنما تنتمي إلى القرآن الكريم. وإلا الواقع يدل على هذا، من الآن من الشعوب العربية فعلا تتكلم العربية التي نزل بها القرآن؟ من الآن من الشعوب العربية تتكلم لغة امرئ القيس أو النابغة أو عنترة بن شداد أو الذين عاشوا قبلهم أو بعدهم؟ لا أحد، ولكن بقي القرآن وحده دون سواه يفرض وجوبا لا خيار لنا فيه أن نقرأ العربية، لأنها دين، مش فقط لأنها لغة الدين، أقول لأنها دين، العربية دين، لا جنس لها، لا انتماء بشري لها، وإنما انتماؤها رباني إلهي رحماني. ولذلك يخطئ من يظن أن تعلم العربية نافلة، ونبدأ نتسنى حتى تجي برامج ما نعرف وقاش غتجي لتعود تعيد الكرة من أجل بناء الأساس العربي للجيل، هذا خطر وهذا وهم وهذا جهل بطبيعة المعركة التي تخوضها الأمة الإسلامية. نحن مطالبون بأن نعي زماننا وأن نعي واقعنا وأن نعي ماذا يراد لنا. يجب أن نعود إلى عربيتنا، إلى لغتنا، إلى لغة القرآن الكريم، إلى لغة الإسلام.